ينضم إلينا من الرياض الصحفي السعودي بدر مطوع. سيد بدر، برأيك ماذا بعد نشر المقاتلات السعودية في قاعدة إنجرليك؟ أي نوع من العمليات قد تشارك فيها السعودية؟ كما أعلن قبل أيام بعد مؤتمر بروكسل في وزراء الدفاع الناتو، سيكون بناء على البيان تبعهم أنه واضح الاتجاه نحو تكثيف الضربات الجوية وفتح المجال امام يعني الضباط واجهزه الاستخبارات لمناقشه امكانيه او الاليات الدخول البري، مثل ما رحبت السعوديه والامارات وغيرها من الدول بناء على رغبه او فكره من واشنطن او من امريكا. طب هل يمكن ان يكون يعني ذلك مقدمه لمشاركه بريه في سوريا؟ بالضبط، واضح من كلام المسؤولين السعوديين تصريحاتهم انه امريكا اللي تقدمت بالاقتراح هذا. السعوديه والامارات اعلنوا الترحيب او الترحيب بالمشاركه تحت مظله التحالف الدولي لمحاربه داعش. طب بناء على مقترح بناء على مقترح امريكي، لمن ستعطي السعوديه الاولويه؟ هل ستعطيه للتنسيق مع تركيا ام مع التحالف، خاصه بعد الاستياء الامريكي من القصف التركي الاخير على مواقع كرديه في سوريا؟ التحالف اكيد واكيد لهم مركز عمليات واداره قياده وسيطره ممثل في جميع دول التحالف بلا شك، يعني هذا العمل العسكري، والا ما مر الان يمكن اكثر من سنه وهم مواصلين جهود القصف الجوي ضد داعش وكانت اهداف نوعيه، الان يريدون مضاعفه الضربات النوعيه، وحسب البيان اللي صدر في بروكسل بعد ختام الاجتماعات انهم يريدون تكثيفها وتسريع انهاء الخطر الواضح من داعش. شكرا جزيلا. بعد ذلك كيف ستؤول الامور هذا شان اخر، يعني ستحدده طبيعه المواقف على الارض. شكرا جزيلا. الصحفي السعودي بدر مطوع كان معنا من الرياض.